بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه يوم الدين. فضحتنا المساجد. يقول أحدهم: صليت في إحدى المساجد فالتفت إلى مسن عقب الصلاة وهمس في أذني قائلا: انظر إلى الصفوف الأولى في المسجد وتفحص وجوه المصلين. ففعلت، ثم التفت إليه وقلت: ما قصدك؟ قال: هل ترى فيها أحدا من أهل الثراء والجاه والمناصب؟ فقلت له: قليل. قال: كلهم أو أغلبهم من العمال، إما سائق أو عامل أو موظف صغير. قلت له: نعم. قال: فكذلك منازلنا عند الله. وأضاف: انظر إلى موقعي الآن أو إلى موقعك في الصف الرابع أو الخامس، وكذلك ستكون يوم القيامة. ثم قال: لله ذر المساجد. فضحتنا وكشفت منازلنا عند الله. أدهشني حديثه وحيرني رأيه، وكانت صفعة قوية على جبيني. تذكرت قول الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وتذكرت قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا. هذا كلامك يا والدي عن المتأخرين في الصفوف، فماذا عن الذين يصلون نهائيا أو لا يصلون إلا الجمعة؟ أين ستكون منازلهم في الجنة؟ اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا في عبادتك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.